يسعد اوقاتكم يا حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. معكم انا ابو سمير، اليوم جيتكم تكميل الموضوع السابق عن بارتيكل واعطاله طرق الصيانه. اليوم راح نبلش بموضوع هو المنتج هذا، والعلم يا شباب هي ما يدي عايدة المنتج، وانا مالي وكيل لاي شركه. اي منتج بتحبوه استعملوه استعملوه، بس هالمنتج لقيت له على اليوتيوب حاطين طريقه استعمله، وانا جربت من مثله ونفس الماركة جربت كمان، لقيته منتج حلو كتير. هم شايفين بس بالفيديو هذا، هاي السيارة فيها مشكلة بالبارتيكل فلتر، هون بنفك الحساس. شايفين شباب الحساس هذا بيجي مع بعد المحرك مباشر، يعني هذا أقرب نقطة للمحرك. وإذا نحط المادة هاي نحطها في أقرب نقطة للمحرك، انتبهوا هاي أهم ملحوظة، ما يكون بعيد كتير عن المحرك. يعني في بالبارتيكل هذا بيجي له أكتر من حساس، في مقدمة البارتيكل في مؤخرة البارتيكل. نحن نفضي في مقدمة البارتيكل عند أقرب نقطة على المحرك، عشان الدواء هو رجعان هو بده يطلع من العادم يعدي على البارتيكل نقطته كله، ما نحطه ورا بعدين برا بروح على الفاضي بينكب. هون فضينا المادة شفتوها، يعني بنتم نكبر شي 5 دقايق 5 ثواني، نفضي جوا بعدين مسكر. عفوا، هون معي بس شغالة شغلة نص ساعة، وشايفين عم بتاع دخان، والدخان لحاله بروح او بخار بالاحرى. يعني هاي كمان نوع سيارة تاني، شايفين بنفك محل اشارة السهم، هاي اغرب نقطة على المحرك. وهي نوع سيارة تاني كمان الاوبل موتور، الموتور السبايلتر، شايفين محل السهم، هاد كمان حساس ما نفكه وقت بدنا نحط تنظيف للاشتمال. وهي المحرك التاني كمان اوبل، بس هذا الاورو 6 الاورو 5 الحديث، نفك الحساس اللي فوق، هذا اقرب نقطة للمحرك بننظف هون. هاي عنا موتور الهيدي، الهيدي يعني بيجي على الفورد، بيجي على الستروين، بيجي على البيجو، وحتى اجى نفسه او شبيهه على البولفو. موتور ديزل هذا 1.6 و1.4 نفس الشكل تقريبا. كمان تنظيف البارتيكل فلتر بنفس المواد هاي. هون حساس الاوكشان او حساس الاكسجين هذا، هذا شايفين اقرب نقطة على المحرك، يعني تحت التيربو صار على اليمين وتحت البارتيكل. شايفين شباب الله، هون كمان بنفك الحساس. هي فكين الحساس شايفين، والافضل قبل ما نركبه بنطفو الحساس نغسله يعني بالتنر. وهلا هلا بنبخ المادة كمان، شايفين جوا قد مليان كربون. هاي غير نوعية مادة، يعني ما شرط تلتزمه في نوع معين، يعني مثل بقولوا كل مادة كل علبة لها سعرها. كمان بنفضي جوا ومنفضي جوا المادة هاي، ومركب الحساس ومشغل ونمشي نتوكل على الله. في شباب في ملحوظة مهمة كتير، أنا سمعتهم في ألمانيا كذا ميكانيكي قال بيحطوا محل الحساس بحطوا الكازوز، يعني هذا مؤاخذة السيارة شربانة. ايش دعوة لكم مع الباري، حدا بحط كازوز جوات البارتيكل فلتر؟ هذا أكبر غلط، ديروا بالكم حدا يقول لكم حط كازوز. اي سيارة بتسوق على المازوت ما بتسوق على الفول والفلافل، ما بصير نحط مازوت الفلافل. الله يرضى عليكم، الله يحميكم، انتبهوا. بدي احط لكم كازوز بدي زيلكم السيارة وبشركة وبخربة. خلصنا الله هون بنركب، يبي شلون الله بنركبه الحساس. بعد ما خلصنا بنشده مكانه، بنركب بنشد المفتاح بنركب الفيشة مكانه، بنرجع كل شيء مثل ما كان، بنسلم بسم الله ونشغل والسيارة بتضبط ان شاء الله. في ملحوظة مهمة كتير ما تنسوها، لازم السيارة دائما بين الحين والتاني ينحط مواد تنظيف مع الديزل، يعني منظف فخاخات. منظف هذا منظف فخاخات ميزته انه بيساعد على الحرق، اذا يصير فيها تقطيش او تنتيه خفيفة بتروح نهائيا على تنظيف الفخاخات. ونفس الوقت لما يكون الحرق 100 100 البارتيكل فلتر ترتاح من عطله. هو اسباب البارتيكل فلتر تصميمه هي مشكله الحرق، انه الموتور ما بيحرق نظامي، فالديزل المو محروق بيروح على البارتيكل فلتر بيسطمه. هاي اهم ملحوظه حطوها في بالكم. الله شغلنا السياره الحمد لله. هاي المازدا، شايفين شباب هاي مازدا، راح اعطيكم سر فيها شلون ضو البارتيكل او ضو البي دي اف تطفوه عشان ترتاحوا من مشاكله. هاي مازدا 6، شايفين شباب فكينا هون علبة الفيوزات، هي علبة الفيوزات فتحناها. وفي هون الله في شيء بدي افرجيكم اياها، بتحطوا فيها خط كهرباء
والخط كهرباء نفسه بتحطوه على الشاصيه، انتبهوا على الشاصيه يعني على الخط الناقص تبع البطاريه، مو على خط الموجب. شايفين محل الفيشه يا شباب؟ هي ثبت لكم الصوره عشان تكون واضحه عندكم. محل ما بنحط الفيشه، خط واحد، قطب واحد بنحطه بالطرف هذا، شايفين شلون حطيناه هنا؟ بعدين بنثبت الخط، نعطي بنثبته على خط الشاصيه، يعني بنلفه على المحرك، بنلفه على قطب البطاريه الناقص. المهم تنتبهوا، شايفين ما حطينا الخط يا شباب على راس البطارية؟ هاي محل القطب السالب، مو القطب الموجب، انتبهوا القطب السالب يا شباب، يا ميكانيكية، الحكي الميكانيكية، بنحط على القطب السالب. بعدين بنروح هلا على السيارة قدام، بنروح على المفاتيح وبنفرمت البي دي اف. هاي طريقة عمل فورمات للبي دي اف، شوفوا شلون بتصير، خليكم معنا. هاي كمان سيارة شايفينها قدامكم شباب. كمان هاي مقطع تاني، تصوير تاني. فتحنا وضع المحرك، هاي عم باخدكم كذا لقطة مشان الكل ينتبه الكل يعرف ايش عم بصير. يعني ما انتبه على هاللقطة هاي، انتبه على اللقطة التانية. هاي اشتغلنا كذا سيارة عنا، اشتغلنا بالمازدا 5 واشتغلنا بالمازدا 6. المازدا 5 و6 في فرق فيها، بس ما اكثر. المازدا 5 بتركب فيشتا هون، المازدا 6 بتركب فيشتا عند علبة الفيوزات. شو ما حدا يقول لي ما شفت الفيشة، الخمسة غير الستة. هلا هون كمان بوجيكم وين حطيت الشريط، طبعا بختلف عن المازدا 6 عشان ما يصير اي خطأ معكم. حتى في بعض ميكانيكية بيسحبوا خطين بدل خط واحد، بيعذبون شوي. أنا هالطريقة بعملها هون، شايفين وين حطينا الفيشة؟ في هون شكينا، وين ثبتنا الشريط. هاي كمان صورة لقطة، حنحطلكم عليها 3 لقطات مشان ما حدا يقع بالغلط. وأهم شي بنحط بالقطب السالب للبطارية أو على حديد الموتور، يعني بحيث إنه هذا الشريط ياخد خط شاصي. شايفين ما حطيناه على القطب السالب محل خط الناقص. الله هون شايفين ضوء البي دي اف شغال. هلا رايحين فرمته، اعطيكم طريقة فرمته. شايفين شلون شباب؟ دعسة البنزين مدعسة 10 مرات متتالية، ونعد من 1 لـ10 نحن مدعس بنزين حتى يشتغل معنا ضوء الحمايات. هاي بالنسبة للمازدا 5. المازدا 6 مو شرط يشتغل معنا ضوء الحماية، لكن بتكبس انت 10 كبسات على البنزين وانت فاتح كنطور. بعدين بتطفي كنطور، بتشيل المفتاح، بتحط المفتاح. المحاولة الثانية بتطفي معك ضوء البي دي اف وتفرمت معك البي دي اف. فهمتوا شلون شباب؟ هذا هو طريقة المازدا. والله كمان في فيديو تاني رايح اعمله كمان على المازدا، كله بدي اجمع فيديو واحد. خلصنا، ركبنا كل شي محله، شغل السيارة، توكل على الله، بسمي بسم الله وامشي. بس لا تنسى تحط موضوع تنظيف بالبارتيكل عشان ما يرجع يشعل معك الطبع. تمام شباب، شايفين شلون؟ طول البي دي اف طفي بطل يشعل معنا. هذا هو السر، فطرمت البي دي اف وراحت الاعطال كلها. هاي كمان مازدا ثانية، شايفين شغل ضوء البي دي اف. كمان راح نحاول نطفيه هلا. الله كمان بنروح نسحب مفتاح الكنتاك، بنروح على السيارة، هاي فاتحين علبة الفوزات، شايفين محلها؟ هاي مازدا 6 غير الـ5، هو محل الفيش، لكن في شيء أشرت عليه بإصبعتي عشان الكل ينتبه ويكون كل شيء موثق إن شاء الله.
أي شيطة صغيرة حاطين يعني شيط كهرباء، بنحطه من المكان اللي أشرنا عليه بفيشة لمكان الشاصي، إنه قطب السيارة تبع البطارية. تبع الصورة وين بدنا نحط؟ هلا شايفين شباب هون ثبت، هلا هون نحاول نثبته على الشاصي عشان ناخد شاصي نظامي. كمان نفتح كمطاط، ندوس بنزين 10 مرات متتالية خالصين، أو زي ما طلع من أول مرة كنطاك تفتحه وسكره مرة مرتين بتفضل البي دي اف. هاي هي الشغلة. بس طبعا انت تحسب على سابق انه الضوء البي دي اف شغال، فيها مشكلة عندك بالسيارة، فالمشكلة هاي تحاول تحلها. وهلا بالفيديو نفسه هذا شباب راح اعمل لكم طريقة فرجيكم اياها شلون طفينا ضوء البي دي اف او مشكلة البارتيكل فلتر في السيارات الفوكس واجن الحديثة. طفيناها كمان عن طريق المنظف، حطينا منظف قلب البارتيكل حطنا بالسيارة ومشينا فيها، وعلى الطريق الضوء حاطه فيه حتى بدون ما نستعمل الكمبيوتر. شايفين شلون ندعس بنزين 10 مرات ضوء البي دي اف؟ شايفين شلون امره ما طفي. هلا بنطفي الكنطاك ونشغل، او قبل ما نشغل نسحب الفيشة لانه باعتبار انه فرمتي خلصت. قبل ما نشغل الكنطاك ونشيل الفيشة اللي حطيناه، هلا نفتح كنطاك خالصين. شايفين شباب حتى ضوء البي دي اف طفي، كل شي شغلنا صار نظامي تفرمت. بس انتبهوا، العطل البي دي اف اللي طلع هذا بدل على مشكلة بالبي دي اف لازم تتصلح. سيارات الفوكس فاجن سيات توران مثلا، اودي، سكودا، نفس النظام المحرك. هاي السيارة شغال فيها ضوء البي دي اف او البارتيكل فلتر، بيعطينا فيها انه عطل. هلا احنا رح ننظف البارتيكل فلتر، او من الاحرى نعمل له صيانة بدون ما نفك السيارة. هي العملية انه نحط منظف تكون السيارة حامية ونمشي بالسيارة. شايفين يا شباب الار بي ام بين 2.5 و3، ار بي ام ثابت والسرعة 50، ونمشي على المسافة هاي ما يعادل شغلة نص ساعة بهالرنتي هذا بهالدعسة هاي. ما ندعس لل 54 حرق الموتور ما بصير، غلط، بتأذي السيارة. الار بي ام بين 2.5 و3 يا شباب، والسرعة 50. حطين منظف للسيارة، منظف بارتيكل، او حطين اضافات بترولية مع الديزل. طبعا مظبوط، فهمتوا علي شلون؟ اضافات بترولية مع الديزل، او حاطين منظف للبارتيكل في قلبه وماشيين بهالوتيره هاي مده 20 دقيقه لنص ساعه. شايفين الار بي ام شلون ثابت والموتور حامي بهالاسلوب هذا. البارتيكل تلقائيا راح يشتغل وينضف ويتفرمت بالاحرى. يعني يا شباب اللي عم بيأذي البارتيكل هي بالنسبه لسواق السيارات في اوروبا بشكل عام، انه السياره عم تشغل مارش الصبح وبتمشي والسياره لسه عم بيرضي. دول سيارات انجكشن كمبيوتر، يعني تلقائي لما تكون السيارة باردة تلقائي الموتور راح يبخ مازوت زيادة، فالمازوت اللي ما عم بيحترق حرق كامل عم بيوقف على مستوية البارتيكل، مع الأيام عم بيتراكم ببسطمة. المازوت لما بكون بارد ما واخد حرارته كاملة بيساوي رواسب على البخاخ الانجكشن، كمان ما بصير بخاخ بيخربط، بصير السيارة فيها آثار شحورة، بصير بالسيارة تقطيش تنتيع، كمان بيأثر على البارتيكل. سباب حرارة إذا كان ضارب راح تم الموتور بارد، راح تم السيارة عم تقرا إنه موتور بارد، راح تم الكمبيوتر عم بخ مصادر زيادة، راح يسكر البارتيكل. ركزوا على الأمور هي يا شباب. نحن ماشيين بهالوتيرة هاي، وأنا الفيديو ما قطشته منشان الكل يشوفه والكل ينتبه شلون نحن ماشيين، ومشان ما حدا يقول في لعب بالفيديو. هاي تصوير فرد السحبة مصورينها. شايفين شلون شباب؟ في نقطة هامة حابب أنبه عليها للأخوة السائقين أصحاب السيارات.
إنه سيارتك الديزل والبنزين إياك ثم إياك تقطعك من البنزين أو المازوت. إنه السيارة لما بفضى المازوت اللي جوات الدابو تلقائيا إيش في وسخ مرسب في عقب الدابو، لا الموتور راح يشفته راح يستنخ البخاخات حتى لو غير فلتر مازوت جديد، حتى لو حيت فلتر أصلي. الدابو لما راح يفضى المازوت إيش في وسخ في الدابو راح يسحبه الموتور. فأنت وحظك. والله يا شباب في تركيا سيارة ماشية 20,000 كيلومتر، السيارة ماشية 20,000، يعني عاملين لها غيار زيت مرة أو مرتين، كبينا بخاخاتها سبب وسخ مازوت. ما مع لعبة، شوري ما مع مزاح، انتبهوا على موضوع المازوت. شايفين شو ماشيين شباب بالوتيرة هاي، على فرد دعسة وفرد دوسة الار بي ام بين الاثنين ونص بين الثلاثة وفرد سحبة لحتى البارتيكل من جوا يحمى ياخذ حرارته العالية ويصير جوا عملية صهر وتنظيف تلقائي. شايفين شلون شباب على هالدوسة هاي مسافة ما يعادل بالزمن 20 دقيقة ل 25 دقيقة. طبعا ما راح احط الفيديو كامل كامل، يعني بيقول انا هي هذا المقطع كان ماشي 10 دقايق تقريبا، بس في بعض السيارات بياكل اكتر، في بعض السيارات بياكل اكتر. بعض سيارات ال عندكم البي ام يعني البي ام بي، بعض سيارات الاودي حتى في منه الجولف كمان لما البارتك اللي بيعطل اول عطله السيارة تمشي طبيعي، لكن بعد فترة زمنية بلش السيارة تموت وما تمشي. وهذا اسباب يكون البارتكل عطى اشارات للكمبيوتر انه صاحب السيارة ما عم نطفه، فهون الكمبيوتر بقفل الدعسة، سيارتك قد ما دعست لها ما بتمشي معك. هو البارتكل فعليا ما وصلت مسطم كامل، البارتكل لسه فيه نفس ومشي السيارة، لكن لما انت ما بتلحقه ما بتداري تلقائيا هو بقفل لك الدعسة، الكمبيوتر بقفل الدعسة. انتبهوا يا شباب، الكمبيوتر بقفل الدعسة. بعض سيارات الأوبل الكمبيوتر تبعها بيفتح الاي جي ار، فتح اضافي، فبصير السيارة تدخن وتشحر وما تمشي، او حتى اذا ما شحرت السيارة ما راح تمشي، وراح يعطيك عطل بوابة، يعطيك عطل تيربو لاجي اللاجي، يعطيك عطل الف قصة في السيارة وهي عطلة كلها من البارتكل، بده تنظيف وتظبيط صيانة وتصفير بيشتغل معكم. انتبهتوا يا شباب، الله يرضى عليكم. شايفين شلون ضغطوا فيه؟ الله، وانا اخذنا الحديث ما حكينا على الطهم، الضغط تلقائيا حاوطوا فيه الحمد لله. صاحب السيارة كتير ممنون، السيارة زبطت جد السيارة طبيعي. واهم شي بالسيارة يا شباب كل فترة والتانية تطلعوا على الاوتوبان تمشوا هيك فيها، كل فترة والتانية تطلعوا على الاوتوبان تمشوا هيك بالسيارة، ما بصير تموا ماشية مثل ما بقولوا هدول الختايرة، يعني اللي بتم ماشي الاربيم عنده تطلع الواحد ونص بوقف له، بدك تمشي كل فترة والتانية هيك حتى البارتيكل يتنظف معك. تمام شباب، هلا دخلنا على تنظيف البارتيكل بالشركات، شوفوا شو بنطفوا. هاي البارتيكل ربطنا وثبتناه مكانه عشان ما ينهز، وحطينا له خرطوم ضغط عالي، طبعا خرطوم الضغط عالي، وبنضخ في قلبه مي غالية، مي مغلية حرارتها 100، بالإضافة لمواد تنظيف مثل دواء الغسيل يعني تبع غسيل الزيوت والشحوم، ومع إضافات تانية عشان تنظيف البارتيكل. هلا بنحط أول شي بنضغط هواء، بنفحصوه زي مسطوم سطم كامل لسطم جزئي، بدخله هواء، ضخ معنا هواء، بعدين برشوه بكتولة مي غالية، بعدين بيعطوه ضربات ضربات مي، ضغط ضربات على شكل ضربات. هلا بتعبى مي، شايفين شلون؟ هلا بعدين بنبلش نعطيه ضربات مي على شكل صدمات قوية عشان ايش وسخ في قلبه يطلع. وهيدا السر اللي بنسميه التنظيف. هلا في كتير ناس بيغيروا البارتيكل فلتر او بنطفوا البارتيكل فلتر، لكن بعد فترة برجع عطل نفسه. هذا يكون السبب مو بس بارتيكل فلتر، يكون السبب عندكم في مشاكل تانية في الموتور عم تخلي البارتيكل يضرب على السريع. يعني كتير ناس البارتيكل عزلوا ينطفوا يرجع يتشرك، هذا السبب بيكون مو البارتيكل نفسه، بيكون سبب المحرك فيه مشكلة، مثلا عمود الحدبات، عمود الجرامات، أو مثلا أو ميل السنتريك بالعربي، أو مثلا بيكون مشاكل بخاخات، مشاكل بالتيربو، أيام بيكون مشكلة فلتر مازوت والله العظيم. بتسوي المشاكل هي تخلي الموتور دائما حرقه مو طبيعي. فبنصح كل الأخوة كل فترة والتانية يحطوا مع المازوت نظف بخاخات، يحطوا مع المازوت كل فترة والتانية تنظيف الفلتر الجسيمات، هذا تنظف البارتيكل هيك نسير.
كل فترة والتانية. شوف شلون بعد ما ضربنا البارتيكل من جوا 4 5 ضربات مي قوية، ونرجع ضخنا مي ضخ عالي. شايفين شلون؟ هاي دور الغسيل الأبيض تبع دور الغسيل تبع الملابس، يعني بيشبهه قريب من المواد. وهي هون شايفين شلون البخار؟ مي غالية، يعني بقولكم إنه بنغسل مي غالية. الله هيك تقريبا خلاص، والأحرى خلاص، يعني هيك تنظيفه بصير، غيرك ما في. نهاية الفيديو حبايبي، لا تنسوا تدعمونا بالشير واللايك والاشتراك في القناة ليصل لأكبر عدد من الناس، وإن شاء الله الكل بيستفيد. وإذا حدا عنده أي ملحوظة أو إذا أنا أخطأت في الكلام، بتمنى إنكم تنصحوني وتوجهوني، والله قدرنا على فعل الخير. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، صلى الله عليه وسلم. أشوفكم خير شباب. وإذا حدا بده فيديو جديد أو عنده سؤال عن شي جديد أو شي ما بيعرفه يسألني، إن شاء الله نعمل له فيديو الكل بيستفيد. السلام.